يقول أنا في بداية طلب العلم وكنت مع بعض الطلبة وذكروا ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ونالوا من معاوية، ولما أنكرت عليهم قالوا اسكت يا جاهل، هذه الأشياء مذكورة في كتب التاريخ، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، ولا يجوز ندخل فيما جرى بين الصحابة إلا على وجه الاعتذار لهم، ما ندخل مدخل التنقيص أو التخطئة، هذا لا يجوز. وهؤلاء هم الجهال، ما هو الجهل اللي ينكر عليهم، هؤلاء هم الجهال. والتاريخ ما هو كل ما في التاريخ يكون صحيح، تواريخ تمحص وينظر فيها، ولا يعتمد إلا على الأخبار الصحيحة، فلا يعتمد على التواريخ فقط. تواريخ أول أن المؤرخين ما يعتنون بصحة الإسناد، إنما يذكرون ما قيل، لأنهم مؤرخون يذكرون ما قيل فقط دون تمحيص. وثانيا أنها دخلها الكذب ودخلها الأهواء، فما كل مؤرخ يوثق به، ينظر في المؤرخ منه. ولو صح هذا فإننا نعتذر عن الصحابة ولا ندخل في ذمهم أو تنقصهم، وهم مجتهدون في هذا، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئ وله أجر واحد، ولهم من الفضائل ما يغمر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. ما ندخل في هذا إلا معتذرين عنهم ومثنين عليهم لا متنقصين لهم، مع أن الأولى أن الإنسان ما يدخل في هذه الأمور، أنه ما يدخل في هذه الأمور، لا سيما إذا كان جاهلا ما يعرف ولا يعرف التاريخ الصحيح من التاريخ المكذوب. فهذه الأمور خطر، دخول في أمر الصحابة خطر شديد. والذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه عن اجتهاد، فعلي يرى أنه هو الخليفة لأنه مبايع، ومعاوية يطالب بدم عثمان، ما يطالب بالخلافة، معاوية ما طالب بالخلافة ولا طعن في خلافة علي، وإنما يريد الأخذ بدم عثمان من الذين قتلوا عثمان وكانوا مندسين في جيش علي بن أبي طالب. هذا قصد معاوية رضي الله عنه. نعم.